ديال واحد الفتاه قصيره العمر ديالها 14 سنه اللي تعرضت اونباديغ للاغتصاب مرتين. اولا فاش تم الاستغلال ديالها الجنسي من طرف واحد الشخص، ومن بعد تم ارغامها للقيام بالاجهاض السري في المنزل ديال هذاك الشخص اللي قام بالاغتصاب ديالها. اذا هذه القضيه هي بالنسبه لنا كارثه، وكنظنوا بان مريم ماشي هي الوحيده اللي كتعرض لهذا النوع من العنف، واللي كنفقدوها في الشباب ديالها. عارفين بانه ما بين 600 حتى 800 مراه او فتاه كيلجؤوا للاجهاض كل يوم، يعني بانه سواء كانت تقنين او لا تجريم فان المراه ستقوم بهذه العمليه. وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، هذا الشيء في العالم الاسلامي وفي العالم العربي وفي الدول كاملين. حنا موجودين الاحتجاج باش نطالبوا بتغيير القانون اللي كيجرم الاجهاض، في حين ان القانون خاصو يجرم الاجهاض السري اللي كيتمارس في المغرب يوميا على ازيد من 800 امراه. هاد البنت من المغرب العميق جدا والمهمش، اللي من ضواحي ميدلت. مريم عندها 14 سنه تعرضت للاغتصاب، ومن بعد هذا الاغتصاب نتج عليه حمل، ومن بعد تعرضت لاجهاض سري في ظروف غير طبيه وغير امنه، توفت على اثرها.